صباح الخير، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير. جيتكم بنهار جديد وفيديو جديد ودائما نشاط وحماس و المهم اليوم راني في الزنقه. انا دائما هايمه. راح تبين نكمل صوالحي. اون تو لي كا عندي سوربريز لبنتي، راني رايحه باش نشيلها واحد صوالح. راح نبارطاجيهم بالك معاكم. هذا صوالح مانيش سور، ولكن بالك نبارطاجيهم معاكم. على بالي بلي غادي تفرح بزاف. المهم هذه الحاجه نورمالمون تجيني نهار لانيفيرسير تاعها، بصح هذه الحاجه لازم لها صوالح واحد اخرين نشريهم. قلت نشيلها توني باش نلبسها لها جديده مع اختها لو جور دو سون انيفيرسير، ورا خاصني كالكو تروك تاني. ما كملتش كلشي، يعني مازال خاصني كالكو تروك باش ندير لي سالي وندير هذا الصوالح ان شاء الله. وان شاء الله يعجبكم الفلوغ تاع اليوم والخرجه تاع اليوم وتدوا نظره. يعني انا بروحي نبارطاجي معكم كلش، يعني ميمو لو كان ما رانيش غايه نبارطاجيها معكم ونقول لكم ما رانيش غايه. بغيت نقول لكم باللي الحمد لله يا ربي بنتي ريحت على هذاك التريتمون. جربوا، يعني لي بنتها ولا ولدها مريض كيما بنتي جربي وعينك مغمضين. فرانشمون ما امنتش كي شفتها هكا مريحه وكاع فرحت بالبزاف. عندكم درت لي زونغ، مش عارف لا قلت لكم ولا ما قلت لكمش باسكو الفيديو اللي درت لها المونتاج ما فيش لي زونغ. المهم درتهم، شحال من وحده سقساتني قالت لي ريم هادو مين درتيهم؟ وين درتيهم؟ لصقتهم غير وحده بالكولاغ، تينباعو في لوكلاغ قابصه. راح الى رحت لوكلاغ راح نصور لكم هكا تاني تشوفوا. المهم قابصه فيها عرام، وديريهم غير وحده بلاكول ولصقي كيما كنتو تشوفوا. انا ما نديرهمش بزاف باسكو مانيش موالفه بهم، يغبنوني. نديرهم خطرات 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 في بوزمان. هذه هي، بغيت نقول لكم باركو لي بنتي الحمد لله ريحت. ميرسي كاع على اللي سقساو على بنتي وعلى كاع اللي خموا فيها ويقولوا لي ربي شافيها وكاع ربي يخليكم ان شاء الله يحفظ لكم وليداتكم. وميرسي حتى اللي راهم يعايروا فيا، نقول لكم ميرسي بوكو. صافي ان كومونتير دو بلوس، ميرسي سي جونتي، ربي يخليكم كتر خيركم. المهم تبعوا معايا الفلوق تاع اليوم وان شاء الله كنت جيت خفيفه على قلبكم. واللي شافتني لاول مره وجيت خفيفه على قلبها تنساش دير لي ابوني على القناه، ما تنساش تكليك على لا كلوش باش يطلع لها كل خطره جديد، وما تنساش تنسانيش بلي لايك تاعو حاول كومونتير في الفيديو. مشاهده ممتعه للجميع. شتو هذيك تاع شي خرج العروس من دار والديها؟ هذه هي صاحبتي قالت لي طالعه من دار عندها ديك مازال ما وجدتش، كانت جيعانه هي قالت لي ما تعرفش غادي تفطر غادي تتعشى. ايا امي طالعه عندها. هكا شحال قالت لي؟ 24. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Vous pouvez entrer. Merci. راني في اكسيون مع ندير صوالح تاع لا برومو كي راكم تشوفوا. انت اللي كاني جاي باش نشري واحد لي تروك دي كادو لي زونفون. ما نو تما ديجا ان بيستولي مي نو اي
شوفوا هذا كيعجبني، كتشوفوا غاية نتكسل كاع نرقد يا بوني. ها هو اجي ندي هذا ولا ندي كرسي تاع كوافيج؟ شبه هذي ما تيجي ندير فيها غير الفخون شي سوليد بطاطا وبصلوبة ما جيش شابة عجبتني مش غالية ها هو ماكلة كانوا خاصني لي بونبون اللي تقرا غير جيلاتين جيلاتين جيلاتين. المهم ما قدنيش الوقت باش نروح لواحد المغازان يقولوا له كارفور، قلت بالك ان شاء الله لو جور دو سون انيفيرسير لو 15 راح نروح. الوغ شريت كاش باش خاصني، قال لي كان خاصني شريته ودروك راني حاطه قهوتي وراني موجود في الفيديو باش نحطه على لاشين. فرحانة قالت صاحبتها راه ما ينقزو بنتي عندها صاحبتها درت غير حاجة خفيفة هكا مع عيت اليوم قالها في الزنقة هنا هذا بتاعي كنت راح نطفي واحد اخر. المهم بنتي بغات صاحبتها معها تتعشى لوغ فوالا عطيتهم حاجة خفيفة هكا دي نوكيت و لي فريت. الوغ راح نزيد مع هادوك لي نوغيت هاد الشوربة بزاف بنينة راني مجربتها ديجا من قبل. كل ما نروح عند هادا ليبيسخي حلال نشريها لوغ كانت باقي كليقابسه ديجا في الدار راح نديرها. هادي ديري في زعما دايرين ربعة أشخاص ربعة زلاليف درتها في يوطرو تاع الما لازم الما يكون بارد تجي في ساشية كيما هاكا أيا وديريها في يوطرو تاع ما أيا وخليها قد ما تبدا تغلي حركي طفيها وخليها لمدة 10 دقائق وتكون جاهزة يعني حاجة تاع فنيانين راه غالبك وعارفين المسؤولية والدراري وصوالح وكاع والجرا على هذيك الواحد ما راهش يلحق باش يدير كلش. بغيت نزيد شوية تاع لي نوغيت مع شوية تاع لي فخيت بنت صاحبتي راهي عندي والله يجعل البركة وما ياكلوش طوالا صافي انا درت ليا مع دوك شوية تاع لي نوغيت ولي فخيت فوالا. ماما 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 تيان ياسي